صباح الخير عليكم يا الحباب، لبس عليكم كدير مع الصحة. ان شاء الله تكون اموركم على خير. دابا شي تقريبا 9 خارج على برا، حيت عندي موعد سوان فيزاج، غادي ندير هذا هيدرافيشل. انا كنمشي ديما عندي وحده سميتها ايسينور، زعما صراحه مفضله عندي اصلا، هي اللي كنحسبها كتنقي ليا وجهي نيت 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 نيت. خلاص الحبوب اللي عندي هنا، المهم راه قريب غادي نلقى لي الحل، المهم ماشي قريب ولكن قريب قريب نيت نيت نيت. المهم غادي نعاود لكم من بعد شنو خصتي توصلني الوصفه من عند الطبيب. قدر توصلني اليوم، نمشي نجيب الدواء من الفارماسيان، وديك الساعه هو واحد الدواء ما عرفتش غنقول لكم، ماشي مانع حمل، ولكن واحد الدواء خصني ناخذو 3 سيمانات الاولى، وندير بوز سيمانه ونعاود ناخذ 3 سيمانات وغادي القضيه. المهم واحد 3 شهور هكاك ونعاود نرجع عند الطبيب وندير تحاليل اخرى. مهم ثالث ما ونشوف شنو غيكون. المهم غنمشي ندير هيدرافيشن، غير زعما كنت قلت لها مع الحبوب، بغيت ولاو عندي مشكل ديال المسامات اللي معمر كانوا عندي، وبغيت تنقيهم ليا مزيان. صافي هادشي اللي كان. اما راه الحمد لله واخا هكاك والله الا نقص بعدا، كاين ما بقاش انا بزاف، انا ولات حاجه رقيقه. انا بدا لي من جبهتي، المهم جبهتي باقي فيها ولكن هنايا نقص واخا هكاك. المهم راه ما دايره لا ماكياج لا والو، حيت غنمشي ندير غير الصوم، ما كاينش ندير ماكياج اصلا، ما كنديروش ديما الصراحه. هنا في المانيا ما كنديرش قوت، ما بقيتش كندير داك الماكياج كل نهار، زعما كنخرج هكاك الساك الصراحه، حتى لا كونسيلر لا كحول لا ماسكارا لا والو، زعما لا رشقات ليا وصافي. هادشي اللي كاين احبابي. المهم ايسينور 3 هي هادي. المهم يا سلام، واحد ساعة هكاك تقريبا أو من ديك ساعة نتلاقاو. عطاتني برودويات جداد اللي غنستعمل على حسب البشرة ديالي. المهم نقات لي وجهي، كيبان لكم حبيبتو ولكن يحيد من النقيان، ولكن من بعد سيمانة هادشي كيمشي، كتولي البشرة بلا أو رطيبة. الوجه تنقى، كيبان لكم هاد الحبيبات هادو، هي عرفتي كيفاش كتنقي البشره؟ كاينه عوض كتقبي الجلده ديالك، لا ماشي كتقبيها، انا البشره ديالك كتفرقعيها، اللي هي ما كتفرقعهاش، يعني ملي كتفرقع البشره ملي غير كتجي تنقي المسامات بلا ما انك تقبيها هي الاولى، كتبقى لك ديك الحفره هكاك في وجهك. لا هي كتستعمل البرا كتقد البلاصه اللي فيها ديك الحبيبات ولا المسامات، عاد كتورك مزيان. عرفتي انا علاش موركاني مزيان كيبان لكم بحال هكا؟ حيت قلت لكم ولاو عندي شي مسامات في شي شكل الصراحه، كتبقاي بحال معمر كان، بحال ملي كنخرج شي وحده عاد كتخرج لك بحال دوك المسامات، كتخرج لك بحال شي بوماد عصرتيها، بحال دوك البوماد ديال العينين الصفراء ولا البيضاء ولا شنو هي، ملي كتوركي عليها كتخرج دوك المسامات. ونقات نقات 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 لي بشرة مزيان وصافي. خديت معاها موعد هذا جديد، هذا الثمن تاع الهيدرافيش اللي درت اليوم، هي على حساب الا زادت لك شي حاجه نقصت لك شي حاجه، ما بين 130 اورو حتى 150 اورو. المهم نقات لي البشره من الاعماق مزيان، المسامات عاد استعملت لي الاكسجين في الاخير، اللي اصلا كي كنقولوا البشره ديالك كتمتد بواحد 95% من الاكسجين كيجي من الريه، وعاد 5% من الاكسجين اللي كتعطيه البشره. داكشي علاش البشره في الاخر كتكون كتلمع كتبان صحيه. داكشي دابا هادشي كله اللي كتشوفه غيتقشر ياك، وما يبقاش بحال هكا اللي كيبان لكم هاد الحبيبات هادو، كلشي غيولي بلا. كياخذ الوقت ما بين سيمانه جوج سيمانات و 4 سيمانات من عاد ليكم بشر كي كتولي. داكشي دابا عندي من هنا شهر عاوتاني موعد في شهر 10. صافي هادشي اللي كاين حبابي، وعطتني في لي برودوي هنايا هادو. عطاتني واحد تونيك
اللي اصلا بلي نشوف اللي فيه داك الزويغي. المهم هذا فيشل تونيك بحال من بعد نقي البشره ديالي. قالت لي نخلط ندير غير شويه في داك القطن هكا، يكون داك القطن في الزك الماحل. قالت لي راه مجهد مجهد بزاف، ونديرو بهذا بالنهار والليل وواحد السيروم. ولا قالت لي كاع من الاحسن غير بالليل، من الاحسن بالليل. وقالت لي لا ديري بالنهار ديري واقي الشمس. انا دابا راه كنخرج ديما بواقي الشمس، ما يمكنش نخرج بلا بدونه ضروري. وعطاتني اكتيف سيروم. انا هاد المنتوجات الصراحه اس كلينيكال غاليين، ولكن ماشي بالضروره تشري منتوجات غاليين، كاينين منتوجات وحدين اخرين زعما اللي الثمن ديالهم مناسب بزاف بزاف من الفارماسي الاخيره اللي تجي مع البشره، يا اما الجافه ولا الدهنيه ولا المختلطه الى اخره. صافي هادشي اللي كنقول زعما نكمل معكم هنايا الهضره في الطوموبيل. اش غادي نقول لكم دابا؟ المهم على حساب الهرمونات الطبيب خرج لي كيف لكم داك الدواء اللي هضرت لكم عليه قبل. المهم توصلني الوصفه بعدا كان في البوست. واش فيه دات لا ماشي سنات، المهم كنتفوه. غتوصلني ديك الوصفه وغادي نمشي ناخذها في الفرماسيان وغادي نتبعها. وهو قال لي في داك الدواء اللي على حسب الحاله، يعني ماشي اي وحده تقدر تستعمليه، يعني كديري التحاليل. كي قلت لكم راه درت التحاليل قبل ما تجيني لا غياكل لا بلاتي اعتذر، لا درت التحاليل ملي كانت فيا لي غياكل النهار الاول، ومن بعد ما دازت لي غياكل 23 بعد 23 يوم خديت خداو لي عاوتاني التحاليل ديال الدم. هي فاش قلت لكم مشيت للعياده وحده اخرى فاش ما عرفتش تاخذ لي الدم مزيان وتنفخ لي انا، ثم حسيت واحد اللحظه انني غادي نسخف. صافي هادشي اللي كاين، ويعني كيدير التحاليل وكيشوف اشنو كيوال من الجسم ديالك. مع المتابعين كانوا سولوني اسماء اشنو سميت الطبيب 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 الطبيب. المهم الطبيب سميتو دكتور ميد بيتر فولفرام فراون ارست هير فولفرام. المهم هو هنا في النمباك هو عند من مشيت ما كتخلصو ليكش الكرانكاس. الكرانكاس يعني كتخلصي من جيبك حيت بريفي. صافي هادشي اللي كاين. دار لي تحاليل شحال من حاجه وهذا، وعطاني في الاخر داكشي اللي غير قال لي غيقاد ديك الاستروجين ديالك داك الهرمون الانثوي. وقال لي عنده واحد اللي فيه انه كيحيد لك الحبوب دقه بطله من البشره ديالك، حيت المتابعين قالوا لي اسماء استعملي هذا البرودوي استعملي هذا البرودوي. المشكل لو ان غير من على برا راه كل مشى، ولكن المشكل خصك تعالج من الداخل. يعني الى عندك مشكل هرمونات الى اخره يعني وتكيس المبيض وسير وسير وسير. انا هادشي اش غنقول لكم كنركز عليه ملي مثلا نبغي نحمل ان شاء الله. داكشي اش خصني نشوف فين الذات ديالي كاينه، اما ان فوا نحيد الثاني يعني ما بقيتش غادي نتسوق لا الهرمونات لا حتى شي حاجه. ولا مثلا نضيع الحبوب غناخذ غير داك اكنونغمين ولا شي حاجه بحال هكا اللي كتحيد الحبوب وصافي وحلا وسدات مادام. ولكن على حساب دابا داك اكنونغمين ما نقدرش ناخذو حيت الا بغيتي تحملي خص بعدا شهر شهرين على الاقل ما تاخذيش، باقي بما كيتحيد داك المفعول ديالو. دابا راه ما بقيتش كناخذو شحال هادي. صافي هادشي اللي كان زعما ان شاء الله خير. هذا الا كتب راه نحمل، ما كتبش راه ما نحملش. داكشي اش متبعه القضيه باش تكون وحتى انه كينضم لهذا لي ريغل الى اخره. المهم بزاف بزاف الحوايج متصلني داك الدواء ان شاء الله، وديك الساعه نبدا به ان شاء الله، وديك الساعه نشوف شنو واش غادي واش غادي يحس ليا القضيه واش يقاد ليا كلشي ولا لا. المهم هو قال لي غيقاد ليك، قال لي ما قاد ليكش، قال لي ضروري غنعاود نرجع عنده ونهضروا عاوتاني بحال شنو زعما البلان بي شنو غادي نديرو. كل مريض اوكي غني وخاك Happy birthday to you. Liebe Baba.
كان بغيك أنا. يسامي أف أكياتي. أميرة كتبغيني؟ إيه. بزاف ولا شوية؟ بزاف. بزاف. صباح الخير عليكم يا الحباب، ماشي صباح الخير وقت الغداء هذا. لاباس عليكم، كدير مع الصحه؟ ان شاء الله تكون اموركم على خير. اليوم نهار جديد، عيد ميلاد ماما. عيد ميلاد ديالك ولا ديال ماما؟ ديال ماما. ديال ماما غنات لي اليوم سنه حلوه، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. وي برافو أميرة. أميرة عزيز عليها طفي الشمال ياكي. لبستو تغادا أنا؟ واخا أحلى يا دنتياتي. سنة حلوة يلا غني غني. سنة حلوة يا كبير، سنة حلوة يا كبير، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. البيت غدا. لا صافي بركة. ماشي مشكل غير شوف شنو فين. شكون جابو لك؟ وتيرا قال لك ديالي شوفي اسمي. ديالك؟ لا راه ديالي انا. لا طلعي انا. انا كسيوه. شكون منين كتشوفي فيها شي حاجه؟ ديال باينه هذا. زيون اللوين ديال شي سواريه. ديال شي سواريه. وتسني تسني هذيك ديالها. شنو ديالها؟ المهم هادي أميرة حلاتها. أميرة ولا أجي 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 أختي، لا خلينا نفرحو بكادوياتنا أختي، نحلو حنا راسنا أختي. عيد ميلادك وحلي دياولك. شنو كاين هنا؟ أحليتيها. شنو كاين هنا؟ حوالق. صراحة عجبوني واعرين شكل هكا. باخر هو هادو فين كندير. المهم معليش أمير عجبها السلام. كلشي 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 كلشي. هذا من ياكوب. واحد الغوطة زوينة مسكين. إيش نسيت عزيز من ياكوب. أمير هذا زيز في دي تيكو. هذا ديالي الكبير ديالي والصغير ديالك صافي. حنا جديد يا طوان تنزق ما لقاوش. زوين أميرة. شوفي 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 جاب لك عاوتاني. ما نساكش حتى انت تكون بحالك. تاتو تاتو. قلت لك راه دايرين غلفه غا في شماك. ناين أميرة. لا 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 راه داك مقصر. بغيت تحلو نحل عليك هكاك. أريد هذا المقصة ودي. نعودو نتنايل هاك. واش هادو بس؟ أميرة هادو راه لصاقات ستيكرز كوكمان. أميرة شوفي ستيكرز. ستيكر. ستيكرز. فهمت. ايه عرفت الموقع. ما تقوليش لي عندي اختاف وقيله في الخضره. دابا هادي خصني نحزمها وسلامه. لا لا ديري لها بحال ها تني حزميها. هذا كيكون هنا. عرفت عرفت عرفت. وخصها تحزم من اللور. تحزم من اللور. زويونه كتجي طايحه في اللبسه. زويونه تلبسها صراحه جميله. زويونه فيه ماركة زيوني. شكون اللي خدها لك؟ راجلك؟ اوه نيابة ليش ليش ليش
سنو غنقشات هاني اختي ما خرجتني واعر ديال شي سواريه حيدي هذاك بس أختي ما خدش هالشيء في كاتنس ودين جيني من هال ساعة الوقت ما أختي تحب هالشيء أمينة موادي شي مغربية هذه وكذا لا لا أمينة موادي نعم أمينة ما كان دانش ما عرفت ما متأكدش نعملكم تبيني ما هو كانش نعمل أزو أمينة شون ونخلة ما أخير حيدي هذاك البيض باش تبان بابا شوالية شو باش بدا اش من نمر فيها سعيدو تاتي نفاصي إلا شي حاجة ها؟ تقاشر مع السندالة مهم ساعة ما تصدقش هاجي داك شندية أو باس كان زكينا بابا يبت أوف باشا نونا نغايتي كوبا يبت أوف باشا تس هايس نون نغايتي فيس بسو كلاين لاوي يقدر قال لك ماشي القياس ديالك مختص واعر كتحمق وغتجي لك مع اي حاجه مع هذاك اللون ديال القزوق القزوق واو اه على الله باش تكون مي فنه وحتى هكا غيكون مريح ديك ما دخل مع تلاه اسمح لي غتخلي لي هذيك طلعي هذا اي هرستي لي راسي انا بعكس ما حدك كطلعي ما حد كيبان داك الخوف اه ما عرفتش واقيلا خصني نزيد نزيرها نقدر حيت ما يمكنش اه لا ملي كتمشي كترجع للور سيري سيري اه لا هي هذيك هي هذيك واخا واخا يا سلام هاك يا فوزيه لا اصلا ما غاديش تسمع ماشي مشكل خلي على جنب يا بابا شوف شنو كاين هنا شنو هادي سنسلة ولا شامل ولا بولي شن تلبسي مع سي سروال الجين ولا سروال في البيض ولا البيج كتلبسي بالقلوب حيت الا قلبتي ولكن المشكلة تيكي خاصك تحيديها واقيلا لا ولكن ما تبانش الخيط على برا عاد دوماج كنت كنت كتلبس على جوج جوي يكون حسن شي لا 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 كتبان هنا الخيطه ما يمكنش تلبسي يكون عاد كنت حاجه واعره كنزيدو فاسيك مشكل ماشي مشكل خلينا غير الزرق الا زويون حسن غيجي لك مع التريكوني زويون دو فاس كيبردني الصراحه غير فعلا زويون المهم نشوفو ميس بيركليزي جات ليا بلاتي شنو هذا بوري لوشن واقيلا بودي كريم بودي كريم وهادي كريم تاع اليد البردني جاي والله يلا شميت ريحتها واعرة وهذا ماسك قالت لي باش تهلاي في راسك قالت لي بلي قالت لي علاش شدك شي جوع صغير قالت لي شكلاط
يا الحباب المهم رجعت لكم عاوتاني. اليوم جمعه، المهم ما صورتش من بعد العيد ميلاد. صافي هادشي اللي كاين حباب. المهم دز صراحه النهار ديال العيد ميلاد غزال بزاف، رجل خرجني هذا تعشيت ايوا على الكادويات الى اخره، زعما تبارك الله سخي شري لي شي حاجه فرحني بزاف. المهم غنطرق لواحد الموضوع اخر اللي كنت ديجا هضرت فيه على حساب كنت قلت لكم درت تحليل ديال على حساب الهرمونات و باش نشوف القضيه فين واقفه عندي، وعلى حساب حتى الحبوب اللي في وجهي المراه نقص يا سلام عرفتي. بديت المهم كي قلت لكم خديت خداو لي تحليل الدم النهار الاول من لي ريغل، ومن بعد هذا 23 يوم من بعد هذا لي ريغل، وفي الاخر خرجوا لي واحد البيلي او مانع الحمل، ماشي زعما مانع الحمل ولا نقدروا نقولوا كاع مانع الحمل، نسميوه مانع الحمل، هو اصلا هو مانع الحمل ولكن بواحد الطريقه اخرى اللي كتاخديه 3 سيمانات، يعني من النهار الاول فاش كتبدا لك لا غاغل. يعني دابا خديته فاش يلا جاتني لا غاغل النهار الاول، اول نهار ماشي النهار الثاني، لا اول نهار، وغناخذو 3 سيمانات وندير سيمانه بوز، عاوتاني 3 سيمانات وسيمانه عاوتاني بوز، نكمل بيه 3 شهور وغادي نعاود نرجع لهم ويعاودو ياخذوا لي تحليل الدم ونشوف القضيه فين غادي كي غادي تكونوا صافي، زعما واش غيكون شي تحسن في الهرمونات واش غتكون شي تحسن في البشره ديالي. المهم هذا كيزيد ليا من داك الهرمون الاستروجين اللي عندي نقص فيه، وحتى المشكل ديال الحبوب الى اخره. المهم بلا بيه ما كيعطيوش لك، يعني ضروري كنخصك وصفه طبيه الى اخره، وهو هذا اللي عطاوني سميتو كليمي. صافي عرفتي راه اصلا هاي نوريكم الشكل، ما صعيب الصراحة في الاستعمال، يعني كيقول لك مكتوب نيت فلوس بداية، يعني ستارت ياك، يعني النهار الاول ديال لي غاغل، وكتبقاي متبعة الاسهمة غادي 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 غادي. المهم هادي تاع 3 سيمانات عندي هنايا جوج، وحدة راه كاينة لتحت حيت غي كنفطر وكناخد وحدة، يعني 3 ديال سميتو تاع 3 ديال هادو 3 شهور ونعاود نرجع عنده وياخذ لي تحاليل الدم، وديك الساعه نشوف القضيه فين غادي تكون كاش غادي تكون. المهم انا مازال ما عارفه تدوس الشهر ان شاء الله، وديك الساعات نقول لكم واش صافي هادشي اللي كان. المهم مجلسه حدايا كنهضر مجلسه حدايا واحد النوس، زعما صراحه ما تصورش ان النوس تعززين عليا عرفتي مع ملي عطا ليا هذا خو اميره فرحت بزاف، حيت صراحه ما حتى في الصغر ما كانش عندي مع النوسات ما عرفت علاش، ولكن هاد المره زعما عجبني عرفتي، فرحت بزاف. المهم خصني نحيد واحد اللعيبه كنحيدها، ها هي كانت لاصقه فيه. قال لي ما عرفتش غادي ناخذ لك في العيد ملي قال لي معاه كان في برلين، قال لي فكر قال لي ما عرفتش غادي ناخذ لك، قلت لي بقودي غاور، قلت لي ما تعذب كاع راسك. قال لي المهم سول صحابي وهذا، وقال لي خد الناس ترى الناس كيحماقوا علي، لا البنات لا حتى الناس اللي زعما في العمر ديالي ولا كبر كاع، قال لي كيعجبهم الناس. المهم غاسني تلقى واحد الغوطه، قلت لي ما توقعتهاش، حيت صراحه ما توقعتهاش شي حاجه زوينه زوين الناس. المهم واحد ليا هانت راه مكتوبه في نيت برلين، واحد لي جاب لي هذا باش اميره حتى هي، جاب لي حتى واحد من الصغيور بحال هكا كنلصق فيه واحد الشكل زوين راكم شفتوه. واحد لي واحد الاميره كيقول لك واحد ليك وواحد لي عزيز عليه ولا بحال هكا يا صافي هادشي اللي كيقول لي غير فن 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 صراحه. اول الناس خليني حدايا صافي هادشي اللي قلت لكم على حساب الهرمونات وعلى حساب البلاكارد الحوايج راه في طور. المهم يبان لكم هادشي هنايا هذا غير بلان هانتوما في طور الانجاز. المهم غادي نفرش لكم داك الشيء القضيه، وغادي تشوفوا اللي كاين من الخشب اللي اختاريت اللي مستزعم الاشكال اللي نقدر نزيد، ولكن انا صراحه المهم مازال دايخه مازال حيره. المهم السيد صاوب لي البلان على حساب البلاكار، عرفتي غيجي واحد البلاكار مخير، وكاع صيفط لي 3 دي في الايميل. المهم تلاقاو بدا لكم. المهم هادو غير الاشكال اللي زعما نقدر ندير دابا ها الخشب، بغيت نحيد هادشي.
المهم ما غاديش زعما نشرح لكم بالديتاي تاي هذا البلاكار وغادي تشوفوا كل شيء على عينيكم. المهم الخشب عطاني ثلاثه ديال الالوان اللي يقدروا يجيو لي مع اللون الخشب هذا. هو اللون الخشب في الارض في الدار كامل اللي كتشوفوا راه خشب حقيقي حقيقي. وقال لي نختار اللون الخشب. المهم صراحه قلت ليه انا ما عجبنيش الغامق ما غاديش يجي لي في الحوايج. شوفوا غامق بزاف الصراحه، ما بغيتش يكون عندي اللون البلاكار غامق. المهم قلت ليه لا. زائد هذا ديجا عندنا في البلاكار الحوايج اللي حاطه فيه دابا حوايجي، ما بغيتش نعاود نفس اللون. داكشي قلت بلاش. واش قلت في الاخر؟ قلت ناخذ هذا لونه فاتح وجه مضوي اصلا البلاكار، وجي ليا مقارب مع اللون الخشب ديال الارض. وعاد قال لي مثلا بغيتي الداخل، يعني ملي كيتقاد البلاكار الداخل ديال مثلا نزينوه مثلا بهذا الشكل هكايا هكا ذهبي مخلط نقري فواحد اللون سبحان الله بشي شكل. المهم قلت بلاش ماشي ضروري. ولا قال لي تقدري الداخل ديال البلاكار ندير مثلا شي حاجه مثلا ذهبيه ولا هذا ذهبي غير ما كيبانش مزيان، ذهبي ولا نقري. صراحه ما بغيتش، ما عرفت حيت غيجيني داكشي غيجي فشي شكل، ما غاديش نديرو كيلمع سينو غيجي داكشي ملي يضرب فيطو غيجي فشي شكل. ولا مات مثلا هو كان وراني واحد الشكل قال لي زعما راه ديجا كان صاوب بحالو، ما عرفتش غيعجبني ولا لا. المهم ها هو. المهم قال لي بحال هكا شي شكل بحال هكايا، لكن صراحه قلت انا عامه هادشي ما بغيتوش، يعني غير الخشب هكايا. ومثلا على حساب الكوافوزه يقدر لي شي كوافوز مثلا هكا بالجلد بهذا اللون هكايا، يعني قرب نيت لهذا اللون. المهم قال لي غنسق لك كلشي، وقال لي على حساب داك ديال البلاكار تاع المجوهرات اللي غيكون في الوسط هذا، قال لي نقدر ندير لك الجنب ديالو بحال الشكل هكا برونزي. المهم غادي ندير لكم سكرين شوت على حساب البلاكار تاع الخوات ديك كيفاش غادي يكون. المهم هادشي اللي كاين احبابي، ما غاديش نزيد نعقد لكم الامور. بغيت نوريكم البلان ولكن عاد باش نحلو ما غيتفهموا حتى شي حاجه. اللهم غادي نوري لكم احسن في الخوات ديك احبابي اللي عطى الله. غادي نسالي معكم هنا الفيديو، ولكن غادي ملي نقول لكم بسلامه راه غادي يكون واحد الفيديو اخر وراه ديال الخوات ديال البلاكار ديال الحوايج ان شاء الله. صراحه غادي يطلع شي حاجه زوينه بزاف. عاد هو عطاني اقتراحات وانا بدلت شحال من حاجه، يعني داكشي اللي غادي تشوفوا البلاكار راه ماشي 100% هو اللي غادي يكون، حيت انا بدلت ديجا في داك الخوات ديال شي حوايج اللي انا اللي ما عجبونيش ولا ما قنعونيش. ولكن هو كيعطيني اقتراحات وكيقول لي انت غير اختاري، وقال لي غنديروا حنا كاع داكشي اللي بغيتي زعما الامنيات ديالي حققهم. قال لي ما كاين حتى شي اشكال. صافي هادشي اللي كاين احبابي. المهم كنتمنى يكون الفيديو هنا اللي عجبكم. وقبل ما نسى الفيديو كنبغي نشكر من هذا المنبر جميع المتابعين على التهاني ديالهم بمناسبه العيد ميلاد ديالي، حيت صيفطوا لي بزاف الرسائل في الانستغرام. شكرا بزاف والله، فرحت بزاف من الرسائل عرفتي اللي توفدت بزاف، يعني كلها طاقه ايجابيه، كلها رسائل زعما زوينه بحال الناس. صافي هادشي اللي كان حبابي، خلي لكم راحه البال، مع السلامه. مهم هذا هو الجزء الاول من البلاكار اللي قلت لكم. المهم هنا كيبان لكم البيت الاول والبيت الثاني، والحيط هنا يتقسم وبقى غير واحد شي من الحيط ما يمكنش يتحيد كامل. وهذا هو البلاكار بحال هكايا. المهم هنا الدخله، المهم هكا داير البلاكار ديال المجوهرات. هاد العويدات غيتحيدو ما غيبقاوش حيت على شكل بالي، هو عطاني اقتراح غادي ندير بويلات نازلين. المهم هو هذا، وهذا الجزء الثاني كيما هاد العود راه ما يبقاوش. هاد البلاصه هي فاش غتكون تاع المجوهرات اللي قلت لكم. هنا هادي المرايه هاد الكريه. المهم غير من الفوق كيفاش تبان لكم. هنا من جهه البيسين هكا هي البيت الاول البيت الثاني، وغيكونوا بلاكار واحد. صافي هادشي اللي كاين احبابي.